السلام عليكم خويا. عليكم السلام ورحمة الله. قدم لنا راسك اخويا. سعيد مشرافي كاتب عام لعمارة البرنوسي النقابة الوطنية المهني سيارة مجرى مضوي تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. اليوم احنا في هذه المنطقة اللي هي المدخل ديال البركة. هذه المنطقة اللي تعزلات وجينا اليوم احنا كمهنيين الناس كيعانيو من النقل وجينا وتطوعنا باش نخدموا هنا في هذه المنطقة هذه. كنجيو كنصايبوا هذا المدخل هذا اللي كتشوف فيه ها هو مرارا وتكرارا درنا طلبات عليه حطينا في العماله حطينا في الجامعه جاو الشرطه الاداريه جوج مرات لهذا السيد هذا المدعو مول الشركه ديال الزبد جوج مرات ولا ثلاثه تقريبا كيجيو عنده كتجي الشرطه الاداريه ديما عندنا مشكل معاه ديال هذا الملك يطلق حنا كنصايبوا من مالنا الخاص وهو كيجي كيخسر لك كيخلي لك اللي تصايبوا الناس باش ندوزوا بواحد الاريحه والناس عند الطاكسيات ديالهم خاسرين عليهم فلوس ديما مكرفسين ديما معذبين حنا كنمشي لمونتيسور كنمشي روتيلا ديما حنا الكليبراج ديما وهاد الناس كنتمنوا من الله ياخذوا بعين الاعتبار حتى الناس المسؤولين في الجماعه حيت وعدونا باش غيصايبوا هادي مرارا تكرمهم كيوعدونا ولحد الساعه راه باقي ما كاين حتى شي حاجه وحنا كنتسناو دابا كنصايبوا من مالنا الخاص كنعيطوا على الناس كيجيبوا شحال من مره وانت كتصايبوهم من مالكم الخاص اخويا؟ تقريبا شي خمسه د المرات ولا اربعه شي اربعه د المرات ولا خمسه وشحال كتقام عليكم اخويا؟ من كل مره كيطوع واحد من المهنيين كيخلص المازوت ديال الطراك كيتعاون معنا كنجيبوا الكياس وكل مره كل واحد كيفاش بغيت تقول انكم تتعاونوا بعضياتكم باش كتقدوا الطريق هذا هادشي اللي كندير واحد المساهمه رمزيه بعد المره كيخلصها واحد من عنده ما كنقولوش حاضر كيخلصها من عنده ما عندناش مشكل اللي كنتمنوا منه باش ياخذوا عين الاعتبار حتى الناس مكرسين حتى الساكنه حيت لما كانش الطريق مزيانه الطاكسي ما غيبقاش يدخل هنا كنشوفوا حتى الموكات هما كيعانيوا من هذه القضيه هذه ماشي غير الطاكسي كلشي كيعاني كلشي من الموتور من الفيكاله كلشي كيعاني هنا كلشي كيعاني والسيارات حتى هما كلشي كيعاني كلشي كلمه اخيره خويا كلمه اخيره كنطالبوا بهاد الناس في اقرب وقت حيت هذه من الاولويات حيت الناس وعدوهم راه هاد السكان ديال البركه راه بحال اللي قلتي تنفاو في هاد البلاصه هذه من المنفيين انا كنقول تنفاو حيت هما السكان الاولين ديال السكويله واليوم احنا كولاد السكويله وكمهنيين وكننتمي لهذه المنطقه هذه ضاربين الغيره على خوتنا اللي كنجيو كنخدموا معاهم كنصور معاهم طرف ديال الخبز في ظل هذه الجائحه اللي كاينه راه الصراحه راه شحال راه كاين واحد 30 طاكسي اللي خدامين معاهم هنا كنطلبوا من المسؤولين انهم يجيو يسرعونا بالوتيره ديال الاصلاح في اقرب وقت. اكيد هذا الماء علاش كيتكب هذا الماء هنا علاش علاش؟ هذا هو السبب اللي ما عرفناش ديما كيخرج الشعبه كيفوي ديما 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 كيخرجوا من الباب كيحط تيو كيحط هذاك القادو ديال البو كبر من ديال البو واش ما عندهاش قنوات ديال الصرف ما عندهاش شنو ما عرفناش اش كاين لداخل حنا ما عندناش حق باش ندخلوا عنده لداخل كاع كيقول لنا وحاولتوا تتواصلوا مع الناس ديال الشركه ماشي مره ماشي شي مره جوج ما كيعطي وعود كاذبه الوعود كاذبه ما كاين حتى شي حاجه شحال مره تقريبا اخويا تواصلتوا معاهم تقريبا شي ثلاث مرات ولا اربعه اش كيقولوا لكم غادي يكون خير غيكون خير ما كاين حتى شي حاجه كنقول الخير اللي كيديروا فينا وكيخرجوا المدينه احنا نفس الخطا كيعاود يتكرر مره اخرى نفس الغلط ديما الروين عندنا في الطاكسي ديما الغيز بحال احنا خدامين بشي فيلاج زائد هي الشركه ديال تفضل اخويا تفضل عطيني الميكرو اخويا زائد هي الشركه ديال الزبد كتصيب لا ما تذكر الاسم بلا هذه دابا كيصيبوا له الشانطياش كيصيبوا هادشي هذا وكيطلبوا لينا هادشي هذا راه بزاف صراحه بزاف صراحه بزاف عيقوا بزاف انت من اصحاب سائقي سائق مهني سائق مهني طلبوا من الناس هادو يديروا معنا شي حل وسعيد 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 المكلفه بهذا الشيء هذا واش الشركه نطلبوا تفضل اخويا سي سعيد تو بيدوي مبارك شكون اللي بغا يدوي تفضل سي مبارك مبارك تفضل اخويا حنا تنعانيو اخويا مع هاد الناس المده هادي وحنا تنعانيو الساكنه تتعاني الطاكسيات ديالنا تيضروا من ناحيه الريحه ريحه كريهه و هادشي تنتمناو منه يتصلح هي الكلمه الاخيره اقرب وقت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام يعني اخويا حنا مضروري بالنسبه للطريق هذه لان حنا كنوصلوا الناس والطوموبيلات عندنا جداد والحفاري هنايا حنا الحفاري كنجمعوا الشفرات كنصايبوها حنا من عندنا في الاخر هما كيدخلوا كيحفروا لنا الدنيا حنا مضرورين بزاف كاع الطوموبيلات جداد هنايا الطوموبيلات شنو هو راه بخطفه تمشي حنا كنوصلوا الناس
كنقضيو المصالح ديال الناس وكنضروا في الطريق هذه عينا ما ندوي. هاو ديما 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 راه ماشي راه مشكله، هذا مشكل كبير بالنسبه لينا بزاف اخويا. ايوا هادشي الله يدير شتا ويك خير. شكرا اخي. قدم لنا سكر سيد محمد مساكين ديال الميكرو اللي خليك شويه قريب. مساكين ديال البركه وبلا صراحه ما كيكون نظيف، يعني جميع الشكاوي دازوا دازوا في القنوات الالكترونيه وتكتبوا في المجلات الالكترونيه، ولكن لا ما يحرك ساكن صراحه فيها. انا اللي بغيت نعرف، اللي بغيت جواب على سؤال واحد، واش المواطنه خاصه غير بالشريحه الشعبويه الفقيره ومعفيين منها المسؤولين، ولا حتى هما شريك في المواطنه؟ شنو اللي بغيت نعرف؟ واش هاد الناس المسؤولين واش ما كاينش شي رقابه عليهم؟ واش كاين ما كاينش مراقبه؟ واش ما كاينش شي ناس اللي وصلوا لهاد الحاله الرديئه او المهتريه لهاد الطرقات، ولا الداخل تجزئه البركه بعينها، ولا هاد كما كترى يمكن تشوف هاد العشوائيه اللي كاين؟ واش ما كاينش مراقبه؟ ما كاينش محاسبه؟ ما كاينش سلطه؟ ما كاينش مسؤولين؟ هادو هما الاسئله، هادو الاجوبه اللي بغيت، الاسئله اللي بغيت الاجابه عليها بكل صراحه. فهمتيني؟ باش جيني حتى الاخر وبدا دير لي انا اشارات في التلفازه وتشجع المواطن على الانتخابات وعزوف الانتخابات. عزوف الانتخابات ها هو من اسباب عزوف الانتخابات، راه هما الصور اللي كتشوفوا هنا امامكم. علاش كنبقاو ننافقوا وكنكذبوا على روسنا في الاعلام وكنزوقوا وكنوصلوا شي صوره اللي ماشي حقيقيه في الواقع؟ علاش ما نكونوا صريحين؟ تكون المواطنه خاصه بالفئه الشعبويه وبالمسؤولين وبكل واحد تحمل المسؤوليه ديال اي حاجه في هذا الوطن، تكون عنده حس المواطنه، وفوق حس المواطنه تكون عليه رقابه ومحاسبه. الا كنا مغاربه وبغينا خير هذا الوطن، خاصنا نكونوا صادقين مع روسنا اولا. عندنا الغيره اولا، الغيره الغيره. صادقين مع روسنا اولا ثم صادقين مع الشعب. لان هاد البلاد ديالنا كاملين، باش بقاو كل واحد اللي يعطينا له غير الخشب وكذب علينا وغبر علينا خمس سنين حتى تجي الانتخابات عاد يبان عاوتاني، راه هذا يعني باش كل وضوح ما خاصش الاعلام يبقى يتكلم على العزوف على الانتخابات، لان الاسباب ديالها ولات معروفه وبديهيه. الا بغاو يزيدوا يكذبوا علينا ومزيد من الكذب، فكل شيء عارف، كل شيء درك. نعم 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 بقى اخويا، بقى معايا، اجي معايا، بقى معايا اخويا، اسمع لي اخويا، بقى معايا، هاك اخويا، هاك اخويا، هاك شنو الرويدة فينا ودت؟ البارح كاميو ديال البطونية كب البيطون هنا، وهاد المدار كيكبو هما، باش كيوقفوا هاد الحبار هذا، راه الكمة ديالهم هما. علاش كتعانيو؟ كتعانيو ديما كتعانيو بهاد المشكلة بزاف اهو، حنا راه باش غندورو من اللي غندورو، معناتها مين ندور؟ راه ديما انا صاحبي طوموبيلاتنا مفرشخين، شو 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 حفرة الدشنية، وراه ما كاين لا الشتا لا والو، الصيف هذا، يوميا الماء، راه الماء اللي تيكبو هما اللي تيدير هادشي، راه تيجو الناس تيكادو تيديرو شوية طراب بعدا تيكادو الحفاري، ولكن راه ملي تيطلقو هما الماء، إكسبريس تيطلق هاد الماء هذا، شو حفاري قداش، عيب كاع والله إلا عيب بالله. شكرا خويا. أنا خويا ترونسبور ديال الخدمة كيفاش كيحطنا في الطريق. ترونسبور ديال الخدمه كيحطنا في الطريق. انت من السكينه ديال المنطقه؟ انا من السكينه ديال البركه. كيحطنا ترونسبور، كيحطنا في الشارع، في الشانطي، كيحطنا في الشانطي كما كيبغي يدخل لينا هنا. شوف دابا الهوندا ما نقدروش ندوزو هنايا، شارجي 70 طن ديال لافيراي، وحق الله العافيه مشكله. شوف شوف الحال، معاك كيكون من السكينه ديالنا اخويا، ما كيبغيش يدخل لي انا هنا على قبل هذا الشيء. كيقول لك باش يدوز شمال، انا محفره هنا. كيقول لك انا محفره ما يمكنش ليا. ما يقدرش يدخل لك هنايا. هو دابا انا خارج من الخدمه حاطني في الشانطي غنضرب القعطه كامله على رجلي. لا اله الا الله. يعني حشومه، يعني راه هادشي خاصو يتقاد صاحبي، راه صراحه والله الا عيب عليهم صراحه. شكرا شكرا خويا. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى تيسر لهم صراحه. امين امين خويا. هادشي يوصل للناس المسؤوله يعني ويقوموا بالواجب صراحه. ان شاء الله خويا. شكرا. سلام خويا. من المنبر ديال الدار خويا، اللهم ان هذا منكر. هاد الوزين هذا هو ديال الزفت، الطريق هنا محبوسه، هاد السيد هذا كون كانت فيه روح المواطن والله تيصوب هنا لوطوروج. الزفت عنده، الخدامه عنده، كلشي عنده. ها هو كيستغل هاد المساحه وكيدخل الزبابل ديال الفلوس، ما قدرش يعطي للوطن حتى شويه. الطريق ما فيهاش ميم با مترو، الناس ديال الطاكسيات الله يجازيهم بخير، عياو ما يصوبوا فيها وهي كتحفر. كاين هاد الوزين هذا اللي كيديروا السيما وكيديروا هاد الشيء، حتى هما الدعوه بهم الله، الطريق كاع الكاميون اللي داز يطيح لك السيما، يطيح لك الكايا، شكون هاد الناس هادو اللي غيحاسبهم؟
الناس هما كيدخلوا الزبابل ديال الفلوس، حنا وصلنا لهم فوقها هو كلينا حتى في الطريق ديالنا. اللهم ان هذا منكر. شكرا خويا، تحيه للمنبر الدار وكاع المغاربه الحرام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.